بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين والدارسات في برنامج الانتساب المطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة رقم 10 من مقرر الإدارة الاستراتيجية. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن القوى التنافسية، وقلنا أن تحليل القوى التنافسية بتطلب التعرف على بعض النقاط الهامة عن المنافسين، زي نواحي القوة والضعف لديهم، الفرص والتهديدات المتاحة أمامهم، الأهداف والاستراتيجيات التي سوف يستخدمونها. والثلاث نقاط دول محتاجين ان احنا نقوم بدراسة دقيقة ومتأنية عن المنافسين لكي نحصل على اجابات على الثلاث نقاط هذه. فلابد من دراسة من هم المنافسون الحاليون والمتوقعون، وكيف نقوم او كيف نجمع معلومات وبيانات عنهم، هل من خلال الاستخبارات التسويقية من داخل شركاتهم، ام من خلال الغرف التجارية والصناعية، من خلال البيانات السنوية المنشورة لدى الغرف التجارية والصناعية. ويجب ايضا القيام بتحليل وتصنيف تلك المعلومات لكي نحدد مدى الاستفادة من هذه المعلومات في بناء استراتيجية تناسب الاستراتيجية التي يقوم بها المنافسون. الان سوف ننتقل لنقطة جديدة وهي القوى التنافسية الرئيسية. القوى التنافسية الرئيسية في أي صناعة بتعتمد على خمسة قوى تنافسية رئيسية يجب أخذها في الاعتبار عند القيام بجمع معلومات عن المنافسين لكي نحدد الاستراتيجية الخاصة بهم. أول شيء هو التهديد الناتج من دخول المنافسين جدد، وخاصة إذا كان السوق لا يحتمل. إذا كان السوق لا يحتمل وهناك منافسين جدد سوف يقومون بدخول هذا السوق، أنا مش عارفين هذا منافسين جدد وحجم المنتج اللي داخلين به قوته إيه وأسعارهم إيه وجودتهم إيه، مش عارفين الأسلحة اللي داخلين بها، ممكن يكونوا في وقت قصير منافسين أقوياء، فهذا تهديد ينتج عنهم. لذلك يجب أخذه في الاعتبار عند القيام بصياغة القوى التنافسية الرئيسية. أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار التهديد الناتج عن وجود منتجات بديلة. هناك شركات بتطور منتجات بديلة للمنتجات الأصلية، وهناك إقبال من بعض العملاء على تلك المنتجات، والإقبال على تلك المنتجات بيؤدي إلى التأثير على المبيعات بتاعتنا الخاصة بنا بالانخفاض أو بتغيير سياسات المنافسين. هل المنافسين هيغيروا السياسات الخاصة بهم، سياسة السعر، سياسة الجودة الخاصة بهم أم ماذا؟ لأن قيام المنافس بزيادة أو تخفيض السعر بيؤثر على مبيعات الشركة بتاعتنا بالزيادة والنقصان أيضا. فإذا كان السعر الذي حدده المنافس مرتفع سوف يؤدي إلى زيادة المبيعات لدينا، أما إذا قام المنافس بتغيير السعر بالانخفاض سوف يؤثر على المبيعات لدينا بالنقصان. يعني كلما زاد السعر انخفضت المبيعات لدى المنافس وزادت المبيعات لدينا، وكلما قام المنافس بخفض السعر لديه زادت المبيعات لديه وانخفضت المبيعات لدينا. أيضا هذا الكلام بالنسبة للجودة، ما هي جودة المنافس، جودة المنتج التي سوف يقوم بها من حيث المنتجات الأساسية أو المنتجات البديلة التي سوف يقوم بطرحها في السوق، هل الجودة عالية بحيث يقبل عليها العملاء ودي هتأثر على المبيعات بتاعتنا، هل الجودة منخفضة وبالتالي يجب أن يكون إذا قدم المنافس جودة منخفضة هذه فرصة بالنسبة لنا وتهديد بالنسبة له، يجب أن نغتنم هذه الفرصة. يبقى أول حاجة لابد أن نأخذها في الاعتبار عند تحديد القوى التنافسية خمسة أشياء: التهديد الناتج من دخول منافسين جدد، التهديد الناتج من وجود منتجات بديلة أو قيام المنافسين بتغيير سياستهم التسعيرية أو سياسة الجودة، أيضا القوى التفاوضية للعملاء.
لان احنا دلوقتي بنعتبر العملاء هم اساس وجود المنظمه، وبعض الشركات الكبرى بتضع العملاء على قمه الهرم الاداري هناك، وبيلي العملاء في القمه يليهم العاملين الذين يتعاملون معهم مباشره، يلي ذلك العاملين الذين يقومون بمساعدتهم، يلي ذلك كل اعضاء المنظمه حتى لو كانوا اعضاء مجلس اداره. اذا القوه التفاوضيه للعملاء واقناعهم للتعامل مع الشركه من الامور مهمة جدا، ولذلك قلنا ان كثيرا من الشركات بتعتبر ان العميل هو سبب وجود المنظمة. ايضا الشيء الرابع اللي لازم ناخده في الاعتبار القوة التفاوضية للموردين. قديما كنا بنعتبر ان الموردين هم المستفيدين مننا، الان اصبح العكس، لابد وان نقنع العميل بان هو جزء من المنظمه وان احنا المحتاجينه، وان العمل بيننا وبين المورد هو عمل تعاوني، لذلك يجب ان يكون الهدف واحد. اخيرا الشيء الذي يجب اخذه في الاعتبار ايضا عند بناء القوى التنافسيه الرئيسيه هي درجه المنافسه الحاليه بين الشركات. ودرجة المنافسة الحالية بين الشركات بتحددها الظروف الاقتصادية السائدة. فإذا كانت الظروف الاقتصادية في حالة كساد هتتجه الشركات إلى تحجيم حجم المنافسة، لأن الأهداف بتتحول إلى تخفيض التكاليف. فكل شركة بتسعى إلى تخفيض تكاليفها وبالتالي المنافسة بتكون يعني شبه منعدمة. أما إذا كانت الظروف الاقتصادية جيدة وهناك رواج كل الشركات بتحول أهدافها إلى زيادة الأرباح والتوسع وإقامة فروع جديدة إلى آخره، وبالتالي المنافسة بتكون شرسة في مثل هذه الحالات. إذا نرجع ونقول أن هناك خمسة قوى تنافسية يجب أخذها في الاعتبار عند القيام بصياغة القوى التنافسية الرئيسية، هي مدى دخول منافسين جدد الى السوق، ايضا التهديد الناتج عن دخول منتجات بديله الى السوق، وهل المنافسين هيغيروا سياستهم التسعيريه وسياسه الجوده ام لا، ايضا القوه التفاوضيه للعملاء وللموردين. لابد ان نعتبر العملاء هم سبب وجود المنظمه وهم على قمه الهيكل التنظيمي للمنظمه، وايضا يجب ان نقنع الموردين بانهم جزء من المنظمه وان الهدف بيننا وبينهم هو هدف تعاوني. وأيضا أخيرا يجب أن نحدد القوى التنافسية الحالية والمتوقعة للمنافسين. أنتقل إلى موضوع آخر وهو المصادر الأساسية للمعلومات البيئية. في الواقع يوجد نوعين من المصادر، مصادر أولية ومصادر ثانوية. المصادر الأولية هي المصادر التي نقوم بجمع المعلومات منها لأول مرة من الميدان من العملاء، نجمع معلومات لأول مرة من العملاء، بنسميها دي المصادر الأولية، عن طريق إجراء استبيانات معينة من خلال البحوث الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو بحوث التسويق، فبيتم جمع بيانات من العملاء من الميدان لأول مرة، دي بنسميها مصادر أولية. هناك نوع آخر من المصادر وهي المصادر السنوية، وهي المصادر التي سبق أن جمعنا منها معلومات وحللناها واستخدمناها واستفدنا منها ونشرناها في دورية أو مجلة إلى آخره، حتى نشرناها في سجلات معينة، هذه البيانات بتعتبر بيانات سنوية. إذا البيانات الأولية هي البيانات التي يتم جمعها من الميدان لأول مرة من خلال الاستقصاءات أو الاستبيانات أو الملاحظة من خلال البحوث الإدارية بشكل عام أو الاجتماعية. أما البيانات الثانوية هي البيانات التي سبق جمعها وتحليلها والاستفادة منها ونشرها في سجلات المشروع أو في إحدى الدوريات. لذلك يجب أن نأخذ بكل حذر أثر القوى التنافسية على سياسة المشروع التي سوف نقوم بدراسته.
بتاعته، لابد أن نقوم بدراسة نواحي القوة والضعف لدى المنافسين، لابد أن نقوم بدراسة النقاط القوة والضعف لديهم والفرص والتهديدات المتاحة أمامهم، ويجب أيضا أن نقوم بدراسة أهدافهم وما هي الاستراتيجيات البديلة التي سوف يستخدمونها في الوصول إلى تلك الأهداف المحددة. وهذا الأمر يتطلب القيام بجمع معلومات عنهم وتحليلهم، وقلنا عندنا نوعين من المعلومات أو البيانات اللي احنا ممكن نستخدمها. البيانات الأولية التي يجب جمعها من الميدان لأول مرة عن طريق الاستقصاءات، وكذلك البيانات السنوية المنشورة في الجهات المختلفة وسبق استخدامها والاستفادة منها. نقوم بعرض موضوع آخر جديد في الفصل الخامس، وهو تحليل وتوصيف البيئة الخارجية أو التنبؤ بالمتغيرات البيئية الرئيسية. تحدثنا سابقا وقلنا أن في هذه الجزئية سوف نقوم بتحليل البيئة الخارجية. في الفصل السابق حددنا المتغيرات الرئيسية، في هذا الفصل سوف نقوم بالتنبؤ بتلك المتغيرات الرئيسية، وقلنا أن البيئة الخارجية هي البيئة التي لا تقع تحت سيطرة الإدارة ولا يمكن التحكم فيها، وبتضم مجموعة كبيرة من القوى زي القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية والقوى السياسية والقوى القانونية والقوى التنافسية إلى آخره، وكل هذه القوى لا يمكن للمنظمة التحكم فيها. أما المنظمة بتقدر تتحكم في القوى الداخلية اللي هي البيئة الداخلية اللي تقع تحت سيطرتها. لذلك بنجد أن بعد تحديد المتغيرات البيئية في الخطوة أو في الفصل السابق أو في المحاضرة السابقة اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة وجزء منها في المحاضرة الحالية، بعد تحديد المتغيرات البيئية الخطوة التالية هي محاولة التنبؤ بتلك المتغيرات واتجاهاتها المستقبلية وبالتالي على أثرها على نشاط الشركة. لماذا؟ لكي نقوم بتحديد الاستراتيجية المناسبة، وقلنا الاستراتيجية هي ممكن تكون سياسة المرور البطيء أو سياسة المرور السريع، وسوف نتحدث عنهم إن شاء الله في خلال تلك الفصل، أعتقد في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله هناخد حالات عملية عن الاستراتيجيات المناسبة التي يمكن للشركة استخدامها في مواجهة المنافسة. نتحدث الآن عن تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. يمكن تحديد الخصائص اللي بتميز أي بيئة تنظيمية من خلال بعدين، أول بعد درجة التغير، هل البيئة متغيرة أم ثابتة؟ البعد الثاني وهو درجة التعقيد، هل البيئة معقدة ولا بسيطة؟ ومن خلال التفاعل بين درجة التغير ودرجة التعقد بنميز بين أربع ملامح متدرجة للبيئة التنظيمية اللي بتواجه الإدارة. البيئة الأولى بنسميها البيئة البسيطة الثابتة، البيئة الثانية بيئة بسيطة متغيرة، البيئة الثالثة البيئة المعقدة الستة، البيئة الرابعة البيئة المعقدة المتغيرة. نرجع للأولى اللي هي البيئة البسيطة الستة، ودي أسهل بيئة بتواجه الإدارة وعدم التأكد فيها منخفض جدا، يعني سميناها بيئة بسيطة وستة لأن عدد المتغيرات المستخدمة فيها أو المطروحة فيها قليل ومتشابه، وهذه المتغيرات القليلة المتشابهة تتميز بالثبات والاستقرار، عشان كده سميناها البيئة البسيطة الثابتة، وديت أسهل بيئة بتواجه الإدارة. البيئة الثانية هي البيئة البسيطة المعقدة أو المتغيرة، البيئة البسيطة المتغيرة. بيئة بسيطة معناها أن عدد المتغيرات فيها قليل ومتشابه، عشان كده سميناها بيئة بسيطة، وبيئة بسيطة متغيرة لأن تلك المتغيرات البسيطة المتشابهة متغيرة للأسف، يعني متغيرات بسيطة وقليلة ولكنها متغيرة، عشان كده أطلقنا بيئة بسيطة متغيرة. البيئة البسيطة الستة سهل التعامل معها وعدم التأكد سهل معها، أما البيئة البسيطة المتغيرة اللي هي محل حديثنا الآن درجة التأكد فيها يعني مش مرتفعة قوي، وبالتالي يجب التعامل معها بحذر. البيئة رقم ثلاثة البيئة المعقدة الستة، هي البيئة التي تحتوي على عدد
كبير من المتغيرات المختلفة عكس البيئة البسيطة. البيئة البسيطة عدد قليل من المتغيرات الثابتة أو المتشابهة، أما البيئة المعقدة الثابتة عدد كبير من المتغيرات المختلفة، ولكن هذه المتغيرات بتتميز بالثبات، وبالتالي درجة عدم التأكد هنا محدودة إلى حد ما، وبرضو الإدارة صعب أنها تتعامل مع هذه البيئة نتيجة التعقيد. البيئة الثالثة أو البيئة رقم أربعة، نتحدث عن ثلاثة، البيئة رقم أربعة وهي البيئة المعقدة المتغيرة، ودي أصعب بيئة بتواجه الإدارة عكس البيئة البسيطة الثابتة. البيئة المعقدة المتغيرة أصعب بيئة بتواجه الإدارة. لماذا؟ لأنها بتحتوي على عدد كبير من المتغيرات المختلفة، وهذه المتغيرات تتسم بالديناميكية والتغير الدائم، لذلك فهي أصعب بيئة بتواجه المنظمة. وعشان نكون أكثر واقعية في عرض هذا الموضوع عشان تفهموه أكثر، هنعرض على حضراتكم المصفوفة التالية. بنجد من خلال عرض هذه المصفوفة أن في المحور الأفقي عرضنا درجة التغير هل هي ثابتة أم متغيرة. في المحور الرأسي عرضنا درجة التغير هل درجة التغير ثابتة أم متغيرة. المحور الأفقي وضعنا درجة التعقيد اللي هم العاملين اللي احنا قلنا العاملين دول من خلال العمل معاهم سوف ينتج عندنا أربع متغيرات، هم دول اللي هو درجة التغير ودرجة التعقيد. التفاعل بين هذين المتغيرين سوف يتيح أربع ملامح متدرجة للبيئة اللي هم عرضناهم لحضراتكم. عندنا أربع بيئات. البيئة البسيطة الستة بتنتج نتيجة أن درجة التعقد بسيطة ودرجة التغير ستة، إذن بنطلق عليها البيئة البسيطة الستة، بتقع قدام البساطة وبتقع قدام الثبات في درجة التغير. هذه البيئة البسيطة الثابتة بتتميز بعدد محدود من المتغيرات المتشابهة زي ما قلنا لحضراتكم، وفي نفس الوقت هذه المتغيرات القليلة ثابتة ومستقرة، وبالتالي درجة عدم التأكد منخفضة جدا، ودي أبسط بيئة ممكن الإدارة تتعامل معها. البيئة الثانية وهي البيئة المعقدة والثابتة، معقدة لأن درجة التعقيد بتقع قدام نفس الخلية، الخلية رقم 2، ودرجة التغير الثبات قدامها، وبالتالي أطلقنا عليها البيئة المعقدة والثابتة. تتميز هذه البيئة بعدد كبير من المتغيرات المختلفة عكس البيئة البسيطة. البيئة البسيطة عدد محدود صغير من المتغيرات المتشابهة، أما هذه البيئة المعقدة هي عدد كبير من المتغيرات المختلفة. إذن الفرق بين البساطة والتعقد هو عدد المتغيرات. إذا كانت عدد المتغيرات محدودة أو بسيطة بتبقى بيئة بسيطة، أما إذا كان عدد المتغيرات كبير فبنطلق على البيئة دي بيئة معقدة. طيب ستة، لأن رغم أن عدد المتغيرات كبير ومختلف إلا أن هناك ثبات واستقرار لهذه المتغيرات، وبالتالي نجد أن درجة عدم التأكد محدودة إلى حد ما، وبالتالي التنبؤ محدود بهذه البيئة، وهناك صعوبة إلى حد ما في التعامل مع هذه البيئة. الخلية رقم ثلاثة، نجد أن هناك بيئة بسيطة متغيرة. بسيطة لأن درجة التعقد بسيطة ودرجة التغير متغيرة، ودرجة التغير متغير، وبالتالي أطلق عليها بيئة بسيطة متغيرة. هذه البيئة البسيطة المتغيرة بتتميز بعدد محدود من المتغيرات المتشابهة لأنها بيئة بسيطة، وأن الفرق بين البساطة والتعقد هو عدد المتغيرات. إذا كان عدد المتغيرات قليل بتبقى البيئة بسيطة، أما إذا كان عدد المتغيرات كبير ومختلف بتبقى بيئة معقدة. أما البيئة البسيطة المتغيرة عدد المتغيرات فيها محدود، وهذه المتغيرات بتتميز بعدم الثبات، عشان كده أطلقنا عليها التغير، وبالتالي درجة عدم التأكد كبيرة ويصعب التنبؤ بهذه البيئة. نأتي إلى البيئة الرابعة والأخيرة، ودي أعقد بيئة بتواجه الإدارة، اللي هي البيئة المعقدة والمتغيرة. عدد المتغيرات فيها كبير ومختلف، عدم ثبات واستقرار المتغيرات، درجة كبيرة جدا من عدم التأكد، وبالتالي قلنا أنها أصعب بيئة بتواجه الإدارة. لو جينا ننظر هنجد أن
البيئة البسيطة والثابتة عكس البيئة المعقدة والمتغيرة. البيئة البسيطة والثابتة عكس البيئة المعقدة والمتغيرة. البيئة البسيطة عدد محدود من المتغيرات المتشابهة، أما البيئة المعقدة عدد كبير من المتغيرات المختلفة. البيئة البسيطة الثابتة ثبات، تتميز بثبات واستقرار المتغيرات، أما البيئة المعقدة والمتغيرة بتتميز بعدم ثبات واستقرار هذه المتغيرات. هنا درجة منخفضة في البيئة البسيطة، منخفضة من عدم التأكد، هنا درجة كبيرة جدا من عدم التأكد. هنا أسهل بيئة بتواجه الإدارة، أما هنا أصعب بيئة بتواجه الإدارة. وأيضا في الخلية رقم 2 و3 لأن الاثنين برضو الاثنين عكس بعض تماما، هناك عدد كبير من المتغيرات، هناك عدد محدود من المتغيرات، هناك ثبات واستقرار للمتغيرات في البيئة المعقدة والثابتة، أما البيئة البسيطة والمتغيرة هناك ثبات واستقرار لتلك المتغيرات، وبالتالي بنجد في البيئة المعقدة والثابتة درجة محدودة من عدم التأكد. هنا في البيئة البسيطة المتغيرة بنجد أن هناك درجة كبيرة جدا من عدم التأكد، وبالتالي يصعب التعامل مع هذه البيئة. نكتفي بعرض هذه المصفوفة في المحاضرة الحالية، وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم.